قال العلماء: الإسلام لغة الاستسلام، واصطلاحا أي ما اصطلح عليه العلماء، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثلاثة أشياء. مولانا الحديث ده بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أسس الدين. إن هذا الحديث ده ما ذكر فيه صراحة صلة الأرحام، ولا ذكر فيه بر الوالدين، ولا ذكر فيه أشياء كثيرة من الإسلام، وإنما ذكر تصريحا أسس الدين وقواعد الملة. عشان كده قالوا الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. مسلم بيطيع الله سبحانه وتعالى، والبراءة من الشرك وأهله، تتبرأ من الشرك وتتبرأ من أهله. ودي إن شاء الله بتجينا في نواقض الإسلام. الفوزان قال: ما يكفي أن تتبرأ من الشرك، وإنما لا بد من البراءة من أهل الشرك، لا بد، لأن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، يعني ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر الآية.